الأشياء اللي لقيناها في لقيتها في مرصد مشار، هذا المستطيل المحفور مقابل يعني الفتحة هذه، بس غطتها الصخرة هنا. هذا محفور العجيب، المستطيل هذا واضح انه عمل بشري، جزء من طبقته مغرة او انه يعني صبغ لحاجة ما. شوف مغرة حمراء، معروف ان الجرانيت يشرب المغرة الحمراء، ما يعني ماذا يدل الرمز ذا؟ يعني كأنه وجه من الرمزيات اللي نراها في كثير من الآثار، يعني مثلا في السيك بالحجر وفي البتراء محفور عليه مغرة، تصبغات المغرة الحمراء. يعني هذا يحتاج فحص، هل هو عمل جديد؟ كان جديد، عاد جديد، كان قديم وفعلا هذه مغرة، فهذا طبعا له ارتباط بالمرصد حق مشار اللي هنا، مشاري النشمي هو الذي اشتغل عليه من سنين. هنا شوف يا مشاري، طبعا لازم يفحص المغرة هذه المحيطة بالحفر، هذا الوجه المستطيل. كيف اصور هنا؟ ايوه أستاذ دكتور شحت السيد عبد الله، أستاذ جيوكيمياء الصخور النارية والمعادن الاقتصادية في جامعة الزقازيق وسابقا في جامعة حيل لمدة 10 سنوات. سوينا 3 بحوث دوليين على جبال أجا. العمر طبعا احنا عارفين ان الدرع العربي بيكون تلت مساحة المملكة، والتلتين الباقيين الرف العربي اللي هي الصخور الرسوبية. احنا في نهاية الدرع العربي دلوقتي، ونهاية الدرع العربي اللي هو جبال سلاسل جبال أجا. جبل أجا ده الأبعاد بتاعته 100 كيلو في 35 كيلو. في أنواع أكتر من 12 نوع من الجرانيتات ده، والنوع ده مميز جدا اسمه الجرانيت القلوي اللي فيه العناصر الأرضية النادرة. العمر الجيولوجي بتاعه بعد ما عملنا إيش ديتنج 574 مليون سنة. المرصد ده تدخل بشري مش عوامل طبيعية زي التجوية، لأن الظاهرة مش مكررة غير في سلاسل جبال أجا.
الجيولوجيا في حيل بتعتبر صورة مصغرة لجيولوجيا المملكة، بمعنى حيل تتمتع إن فيها صخور درع عرب اللي هي النارية والمتحولة، فيها حارات بركانية، فيها صخور رسوبية، فيها ساند ديون اللي هي النفود. إذن صورة مصغرة عن جيولوجيا المملكة. أقدم الصخور موجودة في حائل في سلاسل جبال جبل رمان، وفي سلاسل هي الأقدم، هي الأقدم صخور متحولة، العمر الزمني بتاعها 1250 مليون سنة، 1250. أما باقي الصخور زي جبل أجوز جبل سلمة 574 مليون سنة، دي صخور نارية. دايما الصخور المتحولة هي الأقدم، فحائل فيها صخور العمر الزمني بتاعها ممكن يزيد عن 1250 مليون سنة. دعانا الأستاذ مشاري قاشعم الشمبري وأخ عزيز إلى هذا الملتقى الجميل الذي كان أمس عرسا ثقافيا جميلا، رأينا فيه مشهدا جميلا أيضا يدل على العمق الحضاري لهذه البلاد المباركة، ألا وهو عبور قرص الشمس من خلال فتحة في الجبل جبل أجا، وكان منظرا مهيبا. والذي أسعدني جدا أنه لم يكن رصد لظاهرة فقط، بقصد ما هي مدجج هذا الحدث بقياسات دقيقة جدا، فهو حصل في يوم 5 أغسطس، وطبعا برج الأسد هو، وأغسطس هو الشهر الخامس في بعض الحضارات القديمة، وهو أيضا حصل في اليوم الخامس من أغسطس، وفي الساعة الخامسة من أغسطس تمر قرص الشمس كاملا في هذا في هذا الموقع، في هذا المكان، في هذا الثقب في الجبل. وهذا يدل دلالة واضحة على العمق الحضاري ومعرفة الإنسان القديم في هذه البقعة من بلادنا المباركة لعلم الفلك، أو شاهد مادي لمعرفة إنسان الجزيرة العربية لهذا الفن أو هذا العلم الهام في تاريخ العلوم وفي التاريخ الحضاري للمملكة العربية السعودية. أهمية هذه الدراسة لكل من يشاهد هذا التقرير المهم حول المرصد الفركي في بلاد ما بين الجبلين، ونقصد بها مدينة حائل. هذه المدينة المهمة ذات البعد الحضاري في المملكة العربية السعودية تمثل أول اكتشاف لمرصد فلكي بدليل مادي. هذا الاكتشاف الفريد من نوعه مثل ما وقعه في المملكة العربية السعودية وفي مدينة حائل بالذات، أعتبره فريدا في نوعه، وما شاء الله شاءت إرادة الله أن يكون الحظ في الاطلاع عليه. وأن هذا المرصد الفلكي سوف يضيف الحقيقة بعد حضاري وبعد تاريخي واقتصادي أيضا للمنطقة، عندما ينال حقه من الاهتمام من قبل جهات ذات العلاقة. الأستاذ مشاري النشمي عمل جهد جبار في عملية تزاوج أو تداخل الآثار مع علم الفلك، وجد أرقام في الحقيقة متوافقة بين في عدة عصور مختلفة، كلها تشير إلى أن المكتشف هو عبارة عن مرصد أنشأ في عصور قديمة لاستخدامات فلكية. ربط العمل كان عبارة عن عمل
كبير الحقيقة من الأخ مشاري، أنه درس الآثار ودرس الفلك ودرس التاريخ، فهو ربط كذا علم. الحقيقة أنا دهشت بصراحة عن هذا العمل، ولا وعندي قناعة أكثر أنه الأرقام اللي وجدها واللي حصلها واللي توصل إليها راح تثبت أيضا أرقام أخرى وتجارب أخرى، وهذه هي فقط البداية. وقد شهد علماء الفلك على أرض الواقع عبور قرص الشمس في المرصد المكتشف من خلال الفتحة المحددة على ارتفاع 20 درجة فلكية التي لا تتكرر في السنة إلا مرتين، في 5 من أغسطس برج الأسد.